بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي اختار لنا الإسلام دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وجعله شامخة أركانه، واضحا برهانه، قويا سلطانه. له الحمد تعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحيي بتحية الإسلام حملة العلم وطلبته وطالباته في هذا الصرح الشامخ، فأقول لهم جميعاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنها لفرصة سعيدة أن نقف أمام هذه الوجوه النيرة التي يشرق من قسماتها نور الإيمان، وتؤذن بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه بانبلاج صبح للخير وإشعاع للحق وظهور للحقيقة. فإن إقبال هذه الناشئة على العلم ومنابعه واهتمامها بتحصيله مما يؤذن بمستقبل سعيد لهذا الشعب وهذا البلد ولجميع أمة الإسلام بعون الله تعالى وتوفيقه. هذا، ومن المعلوم أن المسلم لم يخلق في هذه الحياة ليعيش عيشة الحيوان العجم أو ليكون همه في الشهوات والملذات أو ليساير الركب البشري حيث سار، وإنما خلق ليطلع بأمانة ويتحمل تبعه. فالمسلم لا يتكيف مع كل أمر وإنما يكيفه، إذ يكيف كل شيء وفق الرسالة التي يتحملها وفق الغاية التي يسعى إليها، فهو يؤثر بالحق ولا يتأثر إلا بالحق، وينقاد للحقيقة ويقود إلى الحقيقة ولا ينقاد إلا للحقيقة. لذلك كان على المسلم أن يعرف رسالته في هذه الحياة ومسؤولياته العظيمة التي يتحملها، فإن الله سبحانه وتعالى حمله على كاهله مسؤولية النبوات وتبعة الرسالات عندما قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا ريب أن المسلم لا تستفزه النعمة ولا يبطره الغنى، وإنما هو يكون متوازناً في جميع الأحوال، في اليسر والعسر والشدة والرخاء والمكره والمنشط، لأنه يستمد رسالته من الله سبحانه وتعالى الذي استخلفه في هذه الأرض. ولا ريب أن الإنسان الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لأن يكون خليفة في الأرض إنما أودع في طبيعته وفطرته
ما يؤهله لهذه المسؤولية العظمى التي يقوم بها. ولذلك عند الامتحان نجح في حين أخفقت الملائكة في الإجابة على ما سئلت عنه. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ولا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الدهر في تقلب مستمر، فهو لا يقر على حالة من الأحوال، سواء من حيث العسر واليسر أو من حيث الظهور أو الانكماش أو من سائر الحيثيات الأخرى. الدهر في تقلب، والعالم متغير، وكل يوم يأتي بجديد. ولكن هل المسلم يطلب منه أن يكون تابعاً في هذه الظروف، أو أنه يطلب منه أن يكون متبوعاً؟ إن المسلم عليه أن يخط منهجه في هذه الحياة، ولذلك عليه أن يسابق الزمن، وأن يحرص على أن يأخذ من كل علم بأنفعه، وأن يحرص على أن يسابق في جميع ميادين الحياة حتى لا يترك الفرصة للآخرين لأن يتغلبوا ويعيثوا فسادا في الأرض. فإن صلاح هذه الأرض عندما تؤمر بكلمة الله سبحانه وتعالى ويطبق فيها شرعه ويتبع فيها أمره ويقتدى فيه برسوله عليه أفضل الصلاة والسلام، ويتبع هدي جميع رسالاته، هذا العالم إنما يسعد ويستقر عندما يكون الإنسان فيه موصولاً بربه سبحانه وتعالى، وتكون هذه الدنيا موصولة بالدار الآخرة. ولذلك نحن نرى في كتاب الله سبحانه وتعالى كيف ترتبط الأوامر والنواهي بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن من آمن بالله واليوم الآخر فقد أمسك من الإيمان بحجزته، وكأنما قبض حبله من طرفيه وأحاط به من قطريه. فلذلك نجد مثل قول الله سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وكذلك فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله يعني أن يكون الإنسان يراقب الله تعالى في كل شيء، إذ يحس الإنسان من أعماق نفسه بأن الله سبحانه وتعالى هو ولي نعمته، والذي سخر له هذا الوجود ووطأ له أكنافه وفتح له خزائنه وبسط له من خيره. فإذن عليه أن يكون بين يدي الله سبحانه وتعالى عبداً مطيعاً، وعليه أن يكون في هذا العالم سيداً مطاع.
وإذا جئنا إلى الإيمان باليوم الآخر لا ريب أن هذا الإيمان أقوى عامل في كبح جماح النفس وترويضها على الطاعة وتغليبها على الأهواء. فلذلك يقترن بالإيمان باليوم الآخر في معرض الحظ على الفعل أو الترك، كل ذلك مما يدعون إلى أن نحرص على عمارة هذه الأرض بالإيمان بالله واليوم الآخر، مع الأخذ بالأسباب والتفاعل مع أطوار الحياة تفاعلاً إيجابياً لا تفاعلاً سلبياً، تفاعلاً يجعل الحكم لله سبحانه وتعالى والطاعة لشرع الله سبحانه وتعالى والمنهج الذي يسير عليه البشر هو المنهج الرباني الذي أنزله الله سبحانه. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون. هذه هي رسالة المسلم في هذه الحياة. فإذا المسلم مطالب بأن يسبق كل إنسان في هذا العالم إلى اقتناء العلم النافع، لا أن يكون يعيش على فتات الموائد العلمية التي تتساقط من أيدي الآخرين كما هو الواقع الآن. فالعالم نكب بما نكب به لتخلي المسلم عن هذه الرسالة، بحيث سلم الزمام إلى الآخرين، فصار الآخرون يتخبطون في السير، والمسلم هو من ضمن هذه القافلة المتخبطة، لا يملك حيلة ولا يهتدي سبيلا. ذلك لأنه تخلى عن واجبه الذي هو المسؤول عنه وسلم الزمام إلى الآخرين، فأصبح يتيه كما يتيه الآخرون. المسلم عليه أن يكون معتزاً بإيمانه، قوي الصلة بالله سبحانه. ولا ريب أنه مهما كانت الظروف محلولكة وكانت الأبواب مغلقة وكانت السبل مقطوعة، فإن الإرادة الصلبة المستمدة من الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، هذه الإرادة هي التي تقلب الأحوال من حال إلى حال بإذن الله سبحانه وتعالى. فعندما يريد المؤمن الموصول بالله سبحانه وتعالى تحقيق أمر، لا ريب أن إرادته تأتي وفق إرادة الله سبحانه وتعالى الذي جعل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فكل مؤمن إذن عليه أن يعتز بهذه الصلة التي تصله بالله سبحانه وتعالى وتصله بنظام هذا الكون. هذا الكون بأسره هو مسخر بأمر الله، كل ذرة من ذراته تسبح بحمد الله وتسجد لجلال الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فالكون كله يسبح بحمد الله، والمسلم بتطبيقه لمنهج الله سبحانه وتعالى وسيره في الطريق الذي رسمه له شرع الله سبحانه، لا ريب أنه يتفاعل مع نظام الكون ومع ذرات هذا الوجود، فلذلك يحس بالطمأنينة بهذه الصلة التي تصله بهذه الكائنات. أما الآخرون فإنهم يشعرون بالوحشة من هذه الكائنات، وهذا ما يدل عليه تعبيرهم في كثير من المناسبات، كمثل قولهم قهر الطبيعة وغزو الفضاء
إلى غير ذلك من العبارات التي تشعر بعداوة بينهم وبين الكون. والمؤمن الموصول بالله الذي يشعر بأن هذا الكون جميعاً هو كتاب مفتوح يتملى فيه آيات الله تعالى العظام، ويدرس فيه نظام الله سبحانه وتعالى في خلقه، لا ريب أنه يشعر بهذه الطمأنينة ويشعر بالصلة المتينة بينه وبين الكائنات الأخرى. هذا ولا ريب أن هذا كله إنما يبنى على الطموح الذي يكون عند المسلم. فالمسلم يؤمر أن يكون طموحاً إلى التقدم في كل ميدان من ميادين الخير. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى يحكي في كتابه العزيز عن ابنة الرجل الصالح، كيف قالت له في اختيار الشخص الذي يستأجر للعمل: إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه القوة لا تنحصر في قوة العضلات فحسب، ليست محصورة في قوة البدن. لا ريب أن القوة كلها مطلوبة، ولكن قوة التفكير، قوة الإيمان، قوة الصلة بالله سبحانه وتعالى، قوة الإرادة، قوة التدبير للأمور، القوة العلمية التي تمكن الإنسان من معرفة الأشياء وكيف يرتب أولوياتها بحسب درجاتها، كل ذلك مطلوب في العمل. فإذا المسلم عليه أن يكون رائداً في هذه المجالات كلها مهما تغيرت الظروف. شرع الله تعالى يستوعب هذه الكائنات، ولا يعني ذلك ويستوعب هذه المتغيرات، ولا يعني ذلك أن الشرع يخضع لهذه التغيرات، لا، وإنما شرع الله يخضع هذه المتغيرات لأمر الله. فالله سبحانه وتعالى الخبير بكل هذه التغيرات وبكل هذه الأطوار، وقد أنزل شريعته قادرة على استيعاب هذه الظروف وهذه التغيرات، وإنما على المسلم أن يصمد، ومهما واجهته الشدائد عليه ألا يستكين ويلين، وإنما عليه أن يقاوم هذه الشدائد حتى يصل إلى الغاية التي يسعى إليها في هذه الحياة، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، وأن يكون شرع الله تعالى هو المحكم، وأن يكون منهاجه هو المتبع، وأن يكون الدين لله وليس الدين محصوراً في هذه المعاملات في هذه العبادات التي يمارسها الإنسان في اليوم والليلة، وإنما الدين يشمل كل جزئية من جزئيات الحياة عندما تكون وفق شرع الله سبحانه وتعالى. إذ الإنسان لم يخلق هملا، وإنما خلق ليكون خاضعا لله سبحانه وتعالى، عبدا مطيعا له، ويخضع كل شيء حوله لأمر الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فلا بد من تضافر الجهود وتنسيقها، فإن الشيء المبعثر الخارج عن النظام يكون ضرره أكثر من نفعه، وفشله أكثر من نجاحه. فلذلك يجب أن تنسق الجهود
ما بين المؤمنين والمؤمنات، وليس هناك من عامل في تنسيق هذه الجهود ما بين المؤمنين والمؤمنات والربط ما بين جميع الأطراف كالعمل بأمر الله سبحانه والحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى فرض على عباده المؤمنين والمؤمنات أن يتولى بعضهم بعضا، ولكن كيف تتحقق هذه الولاية؟ قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى يبين هنا معقد الارتباط بين المؤمنين والمؤمنات حتى يكونوا جميعا كنفس واحدة. يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فبين أن هذا الارتباط إنما يكون بهذه الروابط. قدم قبل كل شيء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قدمهما على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أنه لا يستقيم أود ولا يوصل إلى غاية ولا يكون دين إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنهما أهم ركنين من أركان الإسلام العملية. فإقام الصلاة هو الركن التطبيقي العملي الأول، وإيتاء الزكاة هو الركن المالي، ولكن مع ذلك قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهما يحافظ على إقام الصلاة ويحافظ على إيتاء الزكاة ويحافظ على جميع طاعة الله ورسوله. فإذا معقد الارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله تعالى ورسوله، هذه هي أسباب الترابط ما بين المؤمنين. وإذا ترابطوا فيما بينهم وشد بعضهم أزر بعض وكان بينهم تكامل من كل النواحي، فلا ريب أن سفينتهم ستسير إلى مرفأ الأمان وستصل إلى الغاية المطلوبة. وأنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى حكم على الجنس البشري كله بالخسران، ما عدا الذين جمعوا ما بين خصال أربع. هذه الخصال الأربع هي أسباب النجاة من الخسران، عندما تجتمع في الإنسان. فالله تعالى يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، الإيمان لا بد من أن يترجم إلى عمل، ولذلك كان كمال الإيمان بالعمل لا يتحقق إلا عندما يصدقه العمل، وهذا ما يؤذن به قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية بضع وسبعون شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. في هذا الحديث الشريف ما يدل على أن الإيمان يدخل في جميع ما يعمله الإنسان ويلابسه، فهو يشتمل على العقيدة الصحيحة والكلم الطيب، وقد رمز إليهما بكلمة لا إله إلا الله.
ويشمل الأعمال التي يمارسها الإنسان، وقد رمز بعمل يعد من محقرات الأعمال وهو إماطة الأذى من الطريق، رمز إلى ذلك بهذا العمل، حتى يتبين أن الإيمان يشمل جميع الأعمال التي يمارسها الإنسان ويشمل الأخلاق، وقد رمز إلى الأخلاق بذكر الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، ولا ريب أن أهم الحياء أن يستحي الإنسان من ربه الذي خلقه بحيث أمره بأوامر ونهاه عن نواهي، فيستحي أن يراه الله تعالى حيث نهاه أو أن يفقده حيث أمره، عليه أن يكون حيث أمره الله سبحانه وتعالى في جميع أعماله وفي جميع تصرفاته. وأنتم ترون ما هو الإيمان المعتد به في موازين القرآن. الله تعالى ذكر صفات المؤمنين في آيات متعددة، فقد قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. أولا بدأ بحصر الإيمان في هذا الصنف من الناس بذكر إنما، وهي أداة حصر، ثم أتم ذلك أو أكده بالحصر الأخير الذي حصل بالإتيان بالمسند والمسند إليه معرفين مع توسيط ضمير الفصل بينهما: أولئك هم المؤمنون حقا، أي هؤلاء هم المؤمنون الذين يعتد بإيمانهم. بيّن الله سبحانه وتعالى أيضا صفات المؤمنين في سورة التوبة عندما قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ثم بيّن من هؤلاء المؤمنون الذين يربحون هذا البيع، الذين بشروا بهذه البشارة، فقال: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. ذكر لهم 9 خصال لا بد من استجماع هذه الخصال. وناهيكم بالخصلة الأولى وهي التائبون، فإن المؤمن التواب يؤوب إلى الله سبحانه عندما يقارف أي معصية، يعود إلى الله بالتوبة النصوح: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والخصلة الأخيرة: والحافظون لحدود الله. حفظ حدود الله يعني عدم انتهاك أي حرمة من حرمات الله، فعل جميع أوامر الله، اجتناب جميع نواهي الله، هذا هو حفظ حدود الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فإذا هذا هو الإيمان المطلوب، ولا بد من أن يصدقه العمل، وإلا لا يكون هنالك إيمان. وقد عطف الله سبحانه وتعالى العمل هنا لأجل التأكيد: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، على أن عمل الإنسان الذي يصلحه بنفسه لا يكفي، إذ الأمة يجب أن يكون بينها الترابط، والمجتمع البشري مجتمع يجب أن يكون بينه تماسك،
هذا التماسك لا يكون إلا بالإصلاح، أن يحرص كل أحد أن يصلح الآخرين لا أن يصلح نفسه فقط. فإذن لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عبر هنا بذلك عن التواصي بالحق، فإن الحق يشمل فعل المعروف وترك المنكر، ومع هذا التواصي بالصبر، لأن تحمل هذه المسؤولية لا بد من أن يكون معه صبر ومصابرة، فلا يكفي أن يصلح الإنسان نفسه، وإنما عليه أن يجتهد وعليه أن يصبر على أداء هذه الأمانة وإبلاغ هذه الرسالة، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فإصلاح المسلم للمجتمع إنما يكون أولاً بإصلاحه لنفسه، لا بد من أن يصلح نفسه، لا بد من يهذب نفسه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة والقيم العليا، وأن يحاول نشر ذلك في الأمة المسلمة في المجتمع المسلم، ويحاول أن ينشر ذلك أيضاً ما بين المجتمع البشري بدعوة هذا المجتمع البشري إلى الإيمان والعمل الصالح. وأنتم ترون كيف انتكست الإنسانية وارتكست مع هذا التقدم العلمي الهائل، ومع هذا الإنجاز الحضاري الذي يدهش الألباب. إنما هذا كله بسبب كون هذه البشرية بعدت عن منهج الله سبحانه وتعالى، تركت الإيمان بالله واليوم الآخر، وتخلت عن دين الله، تخلت عن المسؤوليات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليها، فلذلك كانت هذه الانتكاسة. انظروا إلى أكثر بلاد العالم تقدماً، يعني الولايات المتحدة الأمريكية، يعني الإنجاز العلمي بلغ الغاية، الإنجاز الصناعي بلغ الغاية، ولكن مع ذلك عجزوا عن إصلاح الإنسان، لا زال الإنسان في هذا المجتمع أو في هذه الأمة إنساناً متخلفاً، هو أسوأ حالة من الحيوان الأعجم، سواء من حيث اتباع الشهوات أو من حيث ارتكاب الجرائم. الجرائم تقاس هنالك بالثواني، وهي جرائم لا تحد بحد، لا تقف عند حد معين، جرائم لا تتصور. هذه الجرائم التي ترتكب باستمرار لا ريب أنها مزئية. أي إنسان يهنأ هذه الحضارة مع كونه غير مستقر؟ أكبر نعمة في هذه الحياة يعني نعمة الأمان، ولذلك امتن الله سبحانه وتعالى على عباده، امتن على قريش بإطعامهم من جوع وإيمانهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فإذا مع فقدان هذا الإيمان وفقدان هذه الطمأنينة، كيف تكون هذه الحياة؟ وكيف يسعد الإنسان ويترفهون بهذا النعيم؟ لا ريب أن النعيم يتحول إلى جحيم. فلذلك كانت هذه الإنسانية بأسرها بحاجة إلى من ينقذها من ورطتها، هذا الذي اعترف به الغربيون أنفسهم، هم لا يزالون يهيمون ويبحثون عن المخرج من هذه الأزمة التي وقعوا فيها، وإنما الحل بيد الأمة المسلمة. فلذلك على المسلم أن يقابل هذه التغيرات بإيمانه وصبره ويقينه وصلته بالله سبحانه وتعالى وجهاده وكفاحه، من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن تكون كلمة الذين كفروا السفلى. إلا تسعد هذه الإنسانية إلا عندما تسودها كلمة الله سبحانه وتعالى. لما ذلك؟ لأن الإنسان إنما هو صنع الله، وكل آلة تصنع
عندما يضيع أي شيء فيها، إنما يصلح بالرجوع إلى المصنع الذي صنعت فيه تلك الآلة. فالإنسان هو صنع الله، فإذا الرجوع إلى الله، الرجوع إلى كتابه، الرجوع إلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا الكتاب من غير أن يفرط في شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، إنه رحمة بكل المقاييس وبكل الاعتبارات، وهذا ما يعترف به الغربيون أنفسهم، يعترفون بأن في خزائن هذا الكتاب العزيز من حلول مشكلات البشرية ما تحار منه الألباب. لو نظر إنسان بعض آيات في القرآن الكريم وكيف تعالج هذه المشكلات البشرية، سواء المشكلات الفكرية أو المشكلات الاجتماعية والأخلاقية أو المشكلات الأخرى، لوجد أن هذه الآيات كأنما تنزلت لتعالج مشكلات هذا العالم المتدني الهابط الذي فقد الأخلاق وفقد القيم وفقد أولاً العقيدة. انظروا إلى مثل قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وغفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. يجد الإنسان هذه الآيات كأنما نزلت من جديد لتعالج هذا العالم الذي أصبحت روابطه مفككة وأصبح حائراً في هذه الحياة، لا يعرف مبدأ من مصير ولا يفكر لحياة المصير ولا يفكر في أي شيء يعود عليه من هذا العالم، بحاجة إلى أن يعالج من يسأل عن ذلك المسلم. المسلم أولاً أن يقيم منهج الله تعالى في نفسه، ثم عليه أن يحرص على إقامة هذا المنهج في الآخرين، فهذه هي مسؤوليات المسلمين جميعاً. على المسلمين أن يحرصوا على تحويل هذا العالم من الحال التي هو عليها إلى الحال التي تتفق مع نظام الله سبحانه وتعالى وما شرعه. فإذا هذا هو شأن المسلم، المسلم لا يتكيف مع الأوضاع وإنما يكيف الأوضاع حتى تتفق مع شرع الله سبحانه وتعالى. المسلم هو الإمام الذي يقود وليس المأموم الذي ينقاد، هو الذي يرسم الطريق للآخرين ليس الذي يرسم له الطريق. فلذلك كان وضع المسلم هو الآن يتبع المناهج المستوردة من هنا وهناك، هذا الوضع الذي عليه المسلم إنما أدى إلى انحطاط العالم بأسره وفساد العالم بأسره وخسارة العالم بأسره. خسر العالم بهذا الانحطاط الذي انحطه المسلمون، فلذلك عليهم أن يرجعوا من جديد
إلى حيث بوأهم الله سبحانه وتعالى عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. بأي شيء، بأي شيء، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بهذا تكون هذه الأمة أمة قوية، أمة عزيزة، أمة آخذة بحجزة البشرية لتمنعها من الاندفاع إلى الفساد، وتأخذ بزمامها لتقودها في سبيل الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من الخير، وأن يعز الإسلام والمسلمين، ويقطع دابر أعداء الدين، ويستأصل شأفتهم أجمعين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. والآن نستمع إلى الأسئلة إن شاء الله. السؤال هنا يقول: قد يقوم المسلم في الوقت الحاضر بالنهي عن المنكر، إلا أنه يواجه من قبل دعاة الشر في عمله أو مجتمعه بالنكران وتضييق الحماقة عليه، وربما حتى مساءلته قانونيا، فكيف يتصرف المسلم إزاء ذلك؟ المسلم عليه أن يعرف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله طرقها ليست مفروشة بالورود والياسمين، وإنما هي مفروشة بالجمر وأشواك القتاد. فالله تعالى يحكي عن عبده الصالح لقمان أنه قال في وصيته لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. وعندما بيّن الله سبحانه وتعالى سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وأنه الدعوة إلى الله، أتبع ذلك ما يدل على أن الذي يتحمل مسؤولية الدعوة يلاقي من الصعاب ما يلاقي، حتى يكاد يتزلزل إيمانه لولا صلته بالله. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم أتبع ذلك قوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الرسل الذين هم أرسخ الناس إيمانا وأقواهم يقينا وأمضاهم عزيمة، هؤلاء الرسل تزلزل أركانهم من هول ما يلقون من الصعاب، حتى يكاد أن يشارف الرياس عندئذ تغمرهم رحمة الله. فلا بد، ولكن مع هذا كله نحن نقول بأن الحكمة لها أثر كبير أيضا في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله سبحانه وتعالى يقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نعم. ويقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبر، لا بد من صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذه الطريقة لا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا المحظوظ من الناس. سؤال: يكثر استخدام الإنترنت بين الطلاب والطالبات ويسهل توفره عن طريق الهاتف المحمول، فنرى كثرة انتشار الشائعات وتناقل الصور التي يحرم النظر إليها. نصيحة لشيخنا في كيفية استغلال وسائل الإنترنت بما يرضي الله. وسؤال آخر عن المواقع التي يجوز للمسلم أن يطلع عليها. نعم. من المعلوم أن كل نعمة
إن لم تعطر في شرع الله تعالى تتحول إلى نقمة. وكل عافية عندما لا يشكر الله تعالى عليها تنقلب إلى بلاء. فهذه الشبكة العنكبوتية هي في الأصل مما سخره الله تعالى، وهذا مما امتن به على عباده عندما قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه نعمة مسخرة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه النعمة يجب أن تشكر لا أن تكفر، وشكرها باستخدامها فيما يرضي الله لا فيما يسخطه. على الكل أن يحرص على استخدامها فيما يرضي الله، هناك ضوابط شرعية. ومما يؤسف له أن يكون هذا الاتصال سبباً للفساد، خصوصاً ما بين الجنسين، ما بين الذكور والإناث. فكم من بيوت فسدت، وكم من حرم انتهكت، وكم من فواحش ارتكبت بسبب هذا الاتصال والعياذ بالله. فلذلك نحن ننصح الجميع أن يتقوا الله وأن يحذروا الزلات، فكل واحد معرض للزلل. وقد خلق الله سبحانه وتعالى الداعية في نفس كل من الذكر والأنثى إلى الجانب الآخر. هذه الداعية قوية جداً، هناك داعية للتواصل ما بين الجانبين، ولكن لا بد من كبح ذلك، كبح جماح ذلك، وترويض ذلك كله بشريعة الله وبالأخلاق التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. لا بد من السير في هذا المنهج الصحيح، منهج الاستقامة على التقوى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لا الذين انحرفوا. الانحراف والعياذ بالله يؤدي إلى فساد كبير، والشيطان يتغلغل في النفوس ويزين لكلا الجنسين الباطل. فلربما كانت بداية الاتصال من أجل القيام بمهمات الدعوة والاطلاع بمسؤولياتها ودفع عجلتها إلى الأمام، بداية الأمر لك الشيطان يبدأ بإيحاءات شريرة إلى هذه النفوس البشرية، إلمام بالشر. من شأن الشيطان أن يلم بالشر. هذا بطبيعة الحال مما يحطم الأخلاق ويجعل الإنسان في النهاية يستأسر الشيطان. ووصلت لي قضايا كثيرة من هذا النوع، شكاوى عدة بسبب هذه الممارسات التي تبدأ أولاً في إطار الحق أو في إطار الخير، ولكن سرعان ما تخرج عن هذا الإطار وتصل إلى ما لا تحمل عاقبته. ونسأل الله تعالى العافية. قريب من هذا الموضوع الشيخ، في سؤال ملخصه: في من علم عن شاب أو شاب أنهم يعملون ما يغضب الله عز وجل، فما واجب اتجاهه؟ واجبه أن يقدم النصيحة ويخوفهم الله عز وجل وينذرهما وعيده. على الجميع هكذا أن يتعاونوا على سد ثغرات الشيطان وإغلاق أبواب الشر ورجم يعني هذه النوافذ حتى لا يبقى منفذ للشيطان إلى النفوس. سؤال هنا أيضا نلخصه: في من اكثر الترداد إلى بيت الله الحرام من الحج والعمرة مع ترك جوانب هي أيضا بحاجة إلى إنذار فيها في خلال المدارس القرآنية أو نشر الكتب العلمية، فما تقول لكم بها؟
هؤلاء يطالبون بأن يراعوا الأولويات. لا ريب أن الحج والعمرة من أعظم القربات، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولكن مع ذلك لابد من أن تراعى الأولويات، ويعود الناس على الإنفاق في سبل الخير الأخرى التي تعود بالصالح العام. الحج ربما يصلح به نفسه، وكذلك العمرة. أما عندما ينفق في نشر الكتب، في نشر أشرطة الدعوة، في دفع عجلة الدعوة إلى الأمام، في نشر وسائل العلم على اختلافها، هذا مما يعود بالصالح على الكل ويؤجر على ذلك. السؤال هنا يقول: كانت الحضارة العربية الإسلامية رائدة الحضارات ومهيمنتها، فما سبيل رجوع الأمة إلى سابق عهدها وجديد مجدها، خصوصا إذا ما عرفنا أن العالم يعيش اليوم نهضة تقنية وعلمية متقدمة وصناعية، بينما حال العالم الإسلامي متأخر في هذا الشأن، حفظكم الله. نعم، نحن علينا أن نعرف كيف كانت التربية التي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها السلف الصالح. إنما رباهم على الإيمان والصلة بالله ووزن كل شيء بمعايير الحق ووضع كل شيء في موضعه الرتيب وفق شرع الله تعالى. بهذا سادت هذه الأمة، بهذا تغلبت، وقد انتصرت الأمة أولاً على نفسها. انتصر كل فرد من أفرادها على أنانيات نفسه، فلذلك استطاعت هذه الأمة أن تنتصر على عدوها. هذه الأمة لم يقف في وجهها أحد، ونشرت في العالم حضارة أخلاق. ما عرف لهذه الحضارة نظير، لأنها حضارة مبنية على الأخلاق، الأخلاق التي تميز الإنسان وتجنبه أن يكون كالحيوان الأعجب، ترتفع به عن درجات الحيوان الأعجب. هذه الأخلاق كانت هي السائدة. فهذه الأمة لابد من أن ترجع إلى عقيدتها وعبادتها وأخلاقها وقيمها، وتتمسك بذلك كله تمام التمسك. بهذا تشق طريقها إلى الأمام إن شاء الله، وتكون رائدة ما بين الإنسانية جميعا. هناك من يقول أنه يجب الآن الانفتاح على حضارات أو الحضارات والثقافات المعاصرة، ولا بد أن يكون ذلك بالتسامح في قبول بعض الأمور التي يراها بسيطة من وجهة نظر، وكذلك قبول بعض الأمور التي يراها أيضا بسيطة بالرغم من مخالفتها للأدلة الشرعية، بحجة أنها بسيطة وربما أنها تستند إلى أدلة أحاديث. ليس في مخالفة شرع الله تعالى بسيط. كل مخالفة لشرع الله تؤدي إلى الفساد في الأرض. على الناس أن يحرصوا على شرع الله من غير تفريط فيه، أن يحرصوا على كتاب الله، على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً. نعم. السؤال يقول: نجد في مواقع عملنا كثيرا من التناقضات والمتغيرات أو الفساد، وليس لنا من نصير أو معين، وقد يلحق بنا وأسرنا ضرر من قطع رزق وغيره، فهل يسعنا السكوت تحكم الأمر؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه وتعالى وعد من اتقاه بأن يفتح له أبواب الرزق، ومن يتق الله يجعله مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
فعلى الجميع أن يتقوا الله وأن يحرصوا على هذا الخير. في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نشكر جزيل الشكر سماحة شيخنا العلامة حفظه الله على هذا العطاء، ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي به في وقت آخر، ونتمنى أيضاً أن تستمر هذه الندوة بالجلسة الثانية بحيث سيعلن عنها إن شاء الله في القريب العاجل. نشكر لكم حضوركم، والسلام عليكم.